يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة لم تصم رمضان لمرض يرجى برؤه فماتت قبل أن تقضي الصيام، فهل يخرج عنها أهلها إطعام مسكين عن كل يوم؟ هما يلزم الإطعام أو القضاء عنها إلا لو أنها أمكنها القضاء بعد رمضان ولم تقضي، أو لا تجب عليها الكفارة أو يصام عنها. أما إذا كان ما تمكنت من القضاء بعد رمضان وماتت فليس عليها شيء، لكن من أراد أن يصوم عنها من باب الاحتياط فلا بأس. نعم.